أنا انولدت في غزة في فلسطين عام 1980. أول ذاكرة شخصية إلي علاقة بالفن كانت بالبيئة العائلية. كانت أمي رحمة الله عليها كانت مصممة أزياء وكانت بتخيط، فهاي كانت نقطة البداية لشعوري إنه في إشي مختلف عن باقي الأطفال. فبهذيك الأيام بلشت أشعر إنه أنا في بحالة أو بأجواء مختلفة عن أي أجواء بتخص الأطفال. فهاي صراحة كان أول إحساس إلي بإني إنه في عندي إشي مختلف عنهم، اللي هو بدايتي مع الرسم. ذاكرتي بأول رسومات وأنا طفل كانت بالمدرسة الإعدادية. أكشلي كنت كتير مرتبط بمدرسي الرسم عندنا بالمدرسة الإعدادية، وكنت من المداومين، أكثر الطلاب مداومين على غرفة منفصلة خاصة بالرسم، منفصلة عن الفصول الدراسية. فهذه كانت المرحلة الأولى اللي أنا خلص إنه أنا بشعر إن أنا عندي هواية الرسم بهذاك الوقت، اللي هي المرحلة الإعدادية. أنا من الفنانين اللي مروا بتجارب مختلفة، إن كانت ما بين اللوحة والرسم وما بين السكالبشر وأعمال الفيديو وحتى الأعمال الفوتوغرافية. أنا انتقالي من التشخيصية ومن الرسم المكثف للعشرين سنة الماضية للوسائط المختلفة، بالذات اللي هو الأعمال الكولاج وأعمال الأرشفة والأعمال حتى التركيبية، هي نوع من أنواع التأكيد على أهمية المادة اللي بتلائم عملك الفني. طريقة بناء للكولاج هي طريقة بناء بسيطة منها معقدة، لأنها بتطرح صور أرشيفية بحاجة تكون داخل كونتست نوعا ما معماري هندسي، الألوان تكون كمان inspired أو مستلهمة من الألوان، بالذات كمان الطبيعة. وكتير في أعمالي الكولاج ألوان مستلهمة من الهوية، خلينا نسميها من هوية الهوية الفلسطينية الملونة، لأنه إحنا كمان مشهورين بالأجريكالتشر فلسطين. عندنا مثلا اللون الأخضر الأوليفز، عندنا الأورانج البرتقال. الكولاج هو عبارة عن بروسيس متعلق بالمعلوماتية، ومثل ما حكيت بالأول إنه أعمالي فيها غاية من البساطة، لأنه بحاول ما أعقد الأرشيف لأعمل عملية إعادة صياغة تاريخ أو إعادة صياغة الصورة بمنظور مختلف مغاير عن فكرة الأرشفة أو التخزين. مجموعة الشخصية تتكون من كتب، من وثائق رسمية، من خرائط تاريخية، من كمان أوبجكت اللي هي أوبجكت على ورق اللي نسميها، اللي هي مثل الورود المجففة من عام 1890، وكمان حتى كأوبجكت كمان في السلايدز كمان من 1920 و30، وفي طبعا مجلات حتى في كمان بالعربية اختنيتهم مؤخرا من بيروت وصلوا، وكمان حتى بعض الصور اللي من الريسورس تبعها من مكتبة الكونغرس باليو اس. صراحة في اشي كتير عاطفي كمان بالنسبة لي صراحة، انه انا اقتنيت اشي فيزيكالي من فلسطين من 1820 سوري، اللي هو ورود مجففة من مدن وقرى مختلفة في فلسطين. هاي ورود مجففة محنطة من 1890، هاي مثلا من الخليل. كل التجارب اللي مرت فيها خلينا نحكي بالعشرين سنة الماضية هي كانت تجارب شكلتني بما أنا عليه اليوم، يعني إذا كانت من تجارب قوية أو تجارب ضعيفة أو تجارب رح تنقلك لمناطق أخرى. فأنا بعتقد من أهم الأشياء اللي أنا حالياً بعملها
اللي هي عملية حفظ المادة الأرشيفية، وأنه أخذها لسياق مغاير لفكرة التخزين، أنه تصبح مادة الأرشيف من مادة بحثية، خلينا نحكي كمان علمية، إلى مادة بصرية فنية، تروح في منحيين. المنحة الأول هو عمل فني، بس كمان بنفس الأهمية أنها كمان تحفظ هاي المواد الأرشيفية لربما من التلف، أو كمان أنه بتكون أمام المشاهد بسياق مغاير عن فكرة الأرشيف كمادة بحتة يعني.